الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد السيد السند العظيم، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى روح له الفداء، يعلمنا في سيرته وفي مسيرته في آيات القرآن الكريم وفي أحكامه، في آيات الأحكام وفي السنة النبوية الغراء في أحاديث الأحكام، نتعرف ونتذوق ونشتاق ونتوق لأن نتذوق مقاما من مقامات الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مقام سماه الحق سبحانه وتعالى بمقام النجوى. ما هو هذا المقام؟ وما هي النجوى؟ وكيف يكون الإنسان في ساحة العطاء بين يدي الحق سبحانه جل جلاله وتعالى في علاه وهو في الدنيا في مقام النجوى؟ من منا لم يناجي ربه المصطفى روح له الفداء في يوم من الأيام؟ كان في المسجد النبوي الشريف وكان في حجرته الشريفة، فخرج من الحجرة الشريفة إلى أصحابه ورأى عددا منهم كل منهم يناجي ربه، ولكن أقام لهم العدل وأقام لهم الميزان، فقال: ألا إن كل منكم مناجي ربه، فيا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، ويا عمر أخفض من صوتك قليلا. الدلالة على أن النجوى هي احتياج، الذي يناجي محبوبه هو محتاج إليه، النجوى هي احتياج المحب للمحبوب، النجوى هي التقرب والإخلاص، النجوى هي السر الذي لا يطلع عليه مخلوق فيفسده، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. النجوى هي حديث العبد مع ربه، ومنها يكون الحديث بين الحبيب ومحبوبه. النجوى لها أحوال عظيمة، في كل حال منها تجد أنك في قمة الاحتياج، وأنك في قمة الإخلاص، وأنك في قمة القرب من محبوبك. لما؟ لأنك عندما تناجيه تحدثه سرا، فالحديث السر هو نجوى، والحق سبحانه وتعالى أجاز لنا الحديث السر بين الحبيب ومحبوبه. ألا ترى الناس إذا حدث الإنسان الطرف الآخر وبينهما خصومة ارتفعت الأصوات وكل منهم يعلو بصوته؟ لما؟ لأنه لا نجوى بينهم، لا سر بينهم، لا إخلاص بينهم، لا قرب بينهم، ولكن إن التقت الأرواح وتقاربت هذه الأرواح تجد أن الحديث بينهما حديث سر، والحديث في السر هو النجوى، ومنه جاءت المناجات، أن الإنسان يناجي ربه، فعندما يشتد حبه وقربه وإخلاصه واحتياجه لله ولرسوله ولمحبوبه في الدنيا، لأبيه، لأمه، لزوجه، لزوجته، لأبنائه، لجيرانه، لأصحابه، لأحبابه، يناجيهم، وكل إنسان يناجي. فإما أن يكون هذا الحديث السر يثاب عليه، وإما أن يكون عقاباً له في الدنيا وفي الآخرة، بل هو جرم ينبغي عليه التخلص منه. ولكن إذا زادت مقامات الاحتياج وزاد الحنين وزاد الأنين وزاد السر وزاد الشوق وزاد الذوق وزاد التوق، تحول من نجوى إلى جوى، والجوى هو اشتداد الحب في قلب الذي يناجي محبوبه، فإن زاد هذا الحب في هذا القلب تحول من نجوى خطاب سري إلى قمة اللهيب في القلب ليكون في مقام الجوى. فاسلم بالحب واستسلم له، هو الحب. فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عنا، فأوله سقم وآخره قتل، هذا هو الحب.
أحبتنا إن الغرام أصابني وغيبني حتى تحيرت فيكم، فإن رمت نوما فارق النوم مقلتي، وإن رمت بسطا خف سلواي عنكم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأمام قضاء، وليت الذي